الفتوى كما تفضلتم أصبحت قضية تشغل بال المسؤولين كما تشغل بال الجمهور أيضا. لماذا؟ هل أن المسلمين لم يكونوا يستفتون، أو لم يكن لهم مفتون؟ لا هذا ولا ذاك، لكن تعدد وسائل نقل الفتوى في التلفزيونات وفي الإذاعات وفي الإنترنت، هذه الوسائط المتعددة أغرت كثيرا من الناس ممن لا علم لهم ولا دراية أن يفتوا. لهذا شعر الناس بكثير من الحرج، وأصبح العامة في حيرة من أمرهم، لا يدرون من يقلدون ولا من يكلون إليه أمر دينهم. تظهر قناة جديدة فيظهر مفتي أو مفتون ليقدموا في هذه القناة ما لذ وطاب بالنسبة إليهم، لكنه قد لا يكون ملائما للشرع ولا موافقا لمقاصد الشريعة. فأصبحت مشكلة الفتوى مشكلة مطروحة على مستوى الساحة الإسلامية بصفة عامة، والساحة العالمية أيضا بصفة أعم، لأن عواقب الفتوى وآثارها ومآلاتها تجر وراءها موكبا أحيانا من الفضائل وأحيانا أخرى من المآسي. فبقدر ما تكون الفتوى صحيحة وموافقة لمقاصد الشريعة وملائمة لمصالح العباد ودارئة للمفاسد، تكون كالغيث ينزل على الأرض فتخرج أزواجا من النبات. وبقدر ما تكون الفتوى مجانبة للحق متجافية عن الصواب بعيدة عن مقاصد الشريعة مهدرة للمصالح مؤثرة للمفاسد، تكون كالصاعقة المدمرة. الفتوى شأنها عظيم، وكما تفضلتم فهي توقيع عن رب العالمين، وهي إخبار بحكم لمن سأل عنه بناء على دليل ممن هو أهله. كل هذه التعريفات فلا بد أن يكون المجيب أهلا، ولا بد أن يكون جوابه مبنيا على دليل. هنا تختلط الأوراق كما يقولون في اللغة الدارجة، ويقولون قديما يختلط الحابل بالنابل، فلا يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مراحل الدليل، هل أفتى عن دليل؟ هل اعتمد على دليل صحيح؟ هذا هو السؤال الأول. فمن لا يعرف الدليل لا يحق له أن يتكلم بالفتوى. الشيء الثاني، هل انتقل من الدليل إلى التعليل؟ بمعنى أنه فقه، صار فقيها في الدين، لأن الفقه ليس نصوصا فقط، وإنما هو أيضا فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو يدعو له بشيء زائد على النص، ولهذا قال رب حامل فقه غير فقيه، أي أنه لا يعرف مقاصد الشريعة ولا مراميها ولا معقولاتها، فهو يحمل فقها أي نصوصا شرعية
أي دليلا، لكنه لا يعرف مدى سعة هذا الدليل أو ضيقه، مدى علاقته بمصالح الناس. فمسألة التعليل هي الفارق والحاجز بين الظاهرية وبين أهل القياس، بين من يعتمدون على ظاهر النصوص غير دراية ولا تمييز، وبين من يعتمدون على ظاهر النصوص وعلى معقول النصوص. لأن هذه الشريعة المطهرة موافقة للعقل، فالنص الصريح لا يخالف العقل الصحيح، فهناك علاقة بين الاثنين. فإذا أراد الإنسان الفصل بينهما فإنه حين تزل به القدم ولا يهتدي في ظلمات المشكلات. لهذا فإن المفتي عليه أن يعرف الدليل، وعليه أن يعرف المقاصد التي هي العلل والغايات التي يرمي إليها الدليل. فرب دليل اتسع لفظه وضاق مدى تطبيقه بسبب المقصد. لقد قلت في محاضرة البارحة مثالا من حياتنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. الأئمة الأربعة عللوا، قالوا لماذا؟ قال بعضهم لأنه يحول ويزول، وبناء على هذا التعليل استثنى العقار فأجاز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال بعضهم لأن العقد ضعيف لعدم القبض ولم يستقر بعد لتوالي الضمانات، لكن إذا كان الدين مستقرا أو المال مستقرا في الذمة فيجوز بيعه، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في مسألة مهر المدخول بها ومسألة أرش الجناية وكذلك الشافعي. وقال بعضهم هذا خاص بالطعام وهو مالك. لفظ النص إذا قلنا بعمومه فهو يشمل لكل ما لم يقبض، لا يمكن أن تبيع سيارة ملكتها قبل أن تقبضها، ولا أن تبيع دارا، لكن التعليل الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة ووفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى إلى تقليص مساحة الدليل، كما أن التعليل يؤدي إلى اتساع مساحة اللفظ. البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الربويات في الطعام. عندما نعلل تنفسح المساحة وتترامى الأطراف، فندخل الرز والذرة والمطعومات المختلفة بحسب العلة التي يختارها المجتهد. إذن من ليس فقيها، هذا الفقه أي يسمى فقه، لكن الفقه لا يقف هنا بل يقف على التنزيل أيضا. فمن لم يعرف واقع حياة الناس وتعقيدات الواقع واضطراراته وإكراهاته كما نقول في المغرب العربي، فإنه لا يستطيع أن يتعامل معه، فقد ينزل دليلا مشددا على ظروف تقتضي التخفيف، والعكس قد ينزل دليلا مخففا على ظروف تقتضي شيئا من الصرامة والحزم. هذا الواقع الذي تغيرت معالمه واندثرت مراسم القديم منه ليحل محله واقع جديد، أحدث ارتباكا كبيرا في رؤية المفتي. هب أنه عرف الدليل أو عرف التعليل، لكنه هل عرف التنزيل؟ هل أنزله على واقع ملائم؟ الصحابة مع قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم
رأوا أن واقعا جديدا حدث، فهذا عمر يعلق حد السرقة عام الرمادة، وهذا عمر رضي الله عنه يعلق تغريب أو نفي الزاني البكر لأنه يؤدي إلى التحاقه بأرض غير المسلمين. رأى أن هذا واقع جديد، ضعف الدين وضعفت ذمم الناس، فطبق على هذا الواقع حكما جديدا. وهذا علي رضي الله عنه وكرم وجهه يضمن الصناع ويقول إن هذا خير، تضمين الصناع. الصانع كانت يده يد أمانة، لكن الذمم خفت وسهل على الناس أن يغيبوا على ودائعهم من الصناعات. وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يأخذ ضالة الإبل يلتقطها ويجعلها في بيت المال، مع أنه صريح عن ذلك لأن المجتمع تخجل. هذا في قصة الصحابة حتى في زمن الخلفاء الراشدين، فما بالك بأزمان متراخية وآماد متنائية تغير فيها الواقع رأسا على عقب. واقع الصناعات، واقع العلاقات، واقع التبادلات التجارية، واقع الاشتباك بين المصالح البشرية، واقع العلاقات الدولية وكفة ميزان القوة ومفهوم المواثيق الدولية والقانون الدولي، هذا واقع جديد تماما. بدون معرفة هذا الواقع لا يمكن للمرء أن ينزل حكما في قضايا معينة إلا إذا كان على دراية بهذا الواقع. لهذا استحدثنا في المجامع الفقهية الخبراء، شعب الخبراء في الاقتصاد له خبراء ليقدموا للفقهاء الواقع، والأمور السياسية أو النظام الأنظمة لها خبراء، والطب له خبراء، لأن واقعا متغيرا يجب أن يقابل بفتاوى متغيرة. حقيقة فضيلة الشيخ، يعني بكلماتك هذه يعني رسيت قواعد مهمة يحتاجها يعني الناظر في هذا الدين أو المتأمل في شريعة رب العالمين أو الأخذ حقيقة من هذه الأحكام، كيف يتكلم وكيف يفتي، إذ أن الفتية كما تفضلتم إنما هي صناعة لا تحتاج إلا الحذاق فقط المتخصصين من أهل العلم. جزاك الله خير. هل نستقبل اتصالات الآن شيخ أم كيف؟ هل نأخذ الاتصالات من الآن فضيلة الشيخ؟ كما تشاء. طيب. أو إذا شئت أن نزيد في هذا المجال نزيد. طيب. وإلا فإذا كانت هناك أسئلة يمكن. طيب. أن نتلقى نعلن الاتصالات ثم نأخذ معنا نعود بعد ذلك إلى توجيهاتي إلى كل مستفتٍ كيف يستفتي أو المجالات. نعم. التي يستفتي. نعم. فيها أو من يستفتي. هو في الحقيقة أن المستفتي عليه أن يقدم الحقائق كاملة، لأن ما يسميه الشاطبي بتحقيق المناطق في الأحوال والأشخاص، الناس ليسوا على وزان واحد، هناك شخص له ضرورات، وأعطيك سندا من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان أميرا في الجاهلية، أبوه حاتم معروف، حاتم طيب، وكان صاحب صيد، عدي كان صاحب صيد وكلاب ويصطاد وقنص كما تقولون القنص، فجاء يسأل قال الصيد أرميه ثم يذهب بالرمية لا يموت فورا، فقال له عليه الصلاة والسلام كل ما أصميت ولا تكل ما أنميت، الصيد يموت فورا يمكن أن تأكله لكن ما ذهب بالرمية بسهم ولم يموت فورا فلا تأكل. جاءه أبو ثعلبة الخشني وكان رجلا فقيرا يحتاج إلى الصيد ليس للهو ولا للترف وإنما للمعيشة،
فقال له سأله فقاله كل ولو بات ثلاثا ما لم ينتي. هنا واقع الرجلين أدى إلى اختلاف في الفتوى، ولهذا فعل المستفتي أن يقدم الحقيقة كاملة للمفتي. امرأة تصل لها أولاد لا توقع عليها طلاق، عليه أن تشرح المفتي وضعها حتى يرى هل توجد مندوحة، هل هناك حل. المفتي هو كالطبيب، عليه أن يعالج أحوال الناس أو يرفع إلى المنسق، منسق الفتوى في المركز عندكم مثلا، الذي يمكن أن ينظر أن يرى حالات معينة. رجل يستفتي من أوروبا في انتخابات ونحو ذلك، هذا له وضع معين، ليس كرجل في منطقة الخليج أو المناطق لها تقاليد ولها تاريخ وتراكمات تاريخية غير تلك التراكمات التاريخية. فعلى المفتي أن يستفصل الناس، الاستفصال مهم جدا. فإذا استفصل الناس حكم برؤية واضحة. نأخذ اتصال. أم فاطمة السلام عليكم. مرحبا. مرحبا أم فاطمة. إمكانك كلام الشيخ؟ إيه سمعتك، تفضلي. أخوي أنا حامل، وقالوا لي الدكاترة أن القلب عنده مو مكتمل، وإذا تبي له عمليات يعني لازم تسفرش برا. وأول عملية يمكن يموت، وثاني عملية ثالث عملية بيسووا له يعيش معوق. وأنش تخلينا كذي أول ما يولد يموت، أو أول ما ولد أو أول أسبوع. طيب الآن السؤال، هل تسأل عن السؤال؟ بقي أعرف إذا أنا ما سويت له عمليات مثل ما يقولون، نعم، ويعيش معوق، إنزين أنا بيلحقني ذنب لو خليته من دون عمليات ويتوفى؟ طيب تسمع الجواب من الشيخ. شكرا فاطمة. مزايد السلام عليكم. أم زايد؟ هلا، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ خوي؟ أي سمعك فاضل، تفضلي. الشيخ لو سمحت، نحن من مجموعة حريم في رمضان، نصلي صلاة التراويح، والحرمة ما تسمعنا صوتها اللي هي تصلي فينا، بس الله ما أنها اللي نتركها نسمعها تقول الله أكبر وتقول آمين بس. فهل اللي يجوز لنا نصلي معاها يعني تعتبرنا صلاة جماعة ولا يعني ما يجوز؟ فهل يعني علينا فيها شيء؟ تسمع الجواب من الشيخ. بعد في سؤال ثاني لو سمحت خوي. تفضلي. أمي متوفيهني وأنا معها كل فرض أصلي، يعني صلاة فرض يعني نفس الفرض، أقول يعني مثلا صلاة الظهر صلي مع فرض، وهو اللي روح صلاة العصر نفس الشيء أصلي فرض، صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر. يعني تصلين فرض المغرب عقب تصلين فرض آخر وتوهبين ثواب هذا الفرض للوالدة؟ إيه. طيب. أوهبه للوالدة. فهل يجوز لي أن أصلي؟ ففي حد يقول لي ما يجوز أن الحي يصلي للميت. طيب تسمع الجواب من الشيخ. إن شاء الله، شكرا أخوي. عهد من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم يا أخي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا المشكلة عندي أنا بقضي كل صلاة فرض، بقضي فرض صلوات قديمة. طيب. بس سؤالي لو كان صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، هل ترى ممكن قضاء صلاة القديمة يعني؟ تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا. شكرا. السلام عليكم. في اتصال آخر؟ طيب. فضيلة الشيخ، أم فاطمة تسأل، هي حامل والأطباء قالوا عن القلب أنه غير مكتمل، فهو الآن يحتاج بعد الولادة إلى عدة عمليات، وإن تركته بلا عمليات سيعيش معوقا وسيموت، فهي الآن لا تريد أن تعمل له تلك العمليات، لا تريد أن تقيم هذه العمليات لابنها بعد الوضع، فهل عليها إثم إن تركته بلا عمليات جراحية لربما يعني سيعيش معوق ولربما يموت حتى بعد يعني؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كانت هذه العمليات غير أكيدة وبالتالي شفاء الولد بهذه العمليات ليس أكيدا، بل يقول الأطباء 40% أو 50%، ليس عليها إثم، يمكن أن تتركه بدون عمليات. لكن إذا كانت هذه العمليات كانت نتائجها أكيدة 100%،
فهذا مثل من يمنع الإنسان الماء أو الطعام، فعليها أن تجري له هذه العملية. إذا قال الطبيب النتائج مضمونة، إذا لم تكن النتائج مضمونة فذلك ليس واجبا عليها، بل قد يكون مستحبا لكنه ليس واجبا عليها ولا إثم عليها إن شاء الله في ذلك. فيجب أن نفهم هذا الفرق الذي لا يذكره الناس كثيرا لكنه فرق مهم جدا، لأن العلماء الأوائل قالوا، جمهورهم قال التداوي ليس واجبا، لكن هذا في زمن الدواء فيه لا تضمن نتائجه ولا تعرف عواقبه، أما في هذا الزمان فالأطباء يعرفون عواقب الدواء، فهذا الذي ننصحها به أن تسأل الأطباء هل النتائج مضمونة أو هي مضمونة بنسبة عالية أو ليست مضمونة، وبالتالي لا يلزمها أن تجري له تلك العمليات، والله أعلم. فضيلة الشيخ، مثل ذلك الآن تأتينا اتصالات، الأجهزة التي تجعل على ذلك الذي مات موت الدماغ، يعني القلب يعمل فقط لكن الدماغ ميت، والأجهزة الآن هي موصولة بذلك المريض، إن فصلت الأجهزة مات الرجل، فهو يعني على قيد الحياة بوجود تلك الأجهزة فقط. مشكلة أجهزة الإنعاش مشكلة كبيرة. المجامع الفقهية في البداية لما عرضت علينا كنا لا نعرف موت الدماغ ونقول إن الموت هي موت القلب، فالأطباء أكدوا لنا بأن موت الدماغ هي بمنزلة موت القلب، وأن حركة القلب بعد ذلك هي حركة سموها نباتية، بمعنى أنها حركة ليست دالة على الحياة. فهذا الإشكال الكبير. فنحن نقول إذا بدأ التحلل فيمكن أن ترفع الأجهزة، ويمكن أن يعطى القلب لمريض آخر، لكن إذا لم يبدأ التحلل في نفس الوقت مع موت الدماغ، أي هناك إشارات إلى تحلل، فأنا شخصيا ولأن الفتوى على مسؤولية صاحبها لا أرى رفع الأجهزة إلا إذا طال الزمن طولا كثيرا وأصبح الأمر فعلا في حالة يأس، وهي مسألة عصيبة والفتوى فيها كثير من الصعوبة. لكن الذي يبدو لي أنه لا يمكن أن نعتمد على موت دماغ أو سكتة دماغية على الأصح قبل أن نتأكد بعلامات وقرائن أخرى إلى أنه مات فعلا، بخاصة أن القلب قد ينقل إلى شخص آخر، والنقل يجعلنا نخاف أن تتأثر اللجنة التي تحكم بالموت بالشخص الآخر الذي قد تكون له أهمية خاصة عندهم في هذه الحياة الدنيا، وإن كان الناس كلهم سواسية، فينقلون القلب بسرعة قبل أن يموت الشخص، لأن القلب إذا لم ينقل بسرعة أيضا يقولون لا ليس مجديا. فالمسألة معقدة، الأطباء يقولون لا، هذه اللجنة ليست هي اللجنة التي تنقل القلب، وأنهما لجنتان مختلفتان، لكن من قدرنا بأن هذه لم تتأثر بتلك. فالمسألة مسألة دقيقة على الأطباء وعلى المشرفين وزارة الصحة أن تكون حذرة في هذا المجال، وأن تتأكد فعلا بأن موت الدماغ تابعته علامات أخرى من التحلل تدل على الموت الحقيقي، والله أعلم. جزاك الله خير. أم زايد تسأل وتقول، عندها سؤالين. السؤال الأول، أن تصلي مع مجموعة من النساء صلاة التراويح، لكن المرأة هذه التي هي الإمام لا ترفع صوتها بالقراءة، فقط تسمعون صوتها بالتكبير والتأمين. أختي أم زايد، صلاتك صحيحة معها، لكن إذا كان المكان خاليا من الرجال
فاطلبوا منها أن ترفع صوتها بالقراءة، فصوت المرأة ليس عورة، وبخاصة بالنسبة للنساء، لأن النساء كنا يتكلمن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خطيبة النساء التي تكلمت أمامه، وأمهات المؤمنين كنا يعلمن الناس. فما يشاع أن صوت المرأة عورة هذا ليس صحيحا إلا إذا أدى إلى مفسدة أو شهوة. ولأجل هذا القرآن ما قال لأمهات المؤمنين يسكتن، بل قال ولا يخضعن بالقول، يعني نهاهن عن الخضوع بالقول حتى لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع بالقول أو التكسر بالقول هو الذي نهيت عنه النساء. فعلى المرأة أن إذا كانت تحفظ القرآن أو تقرأ القرآن أن ترفع صوتها بالقرآن حتى تتابعها النساء، ويجب إقناعها، ينبغي إقناعها بذلك، وإلا يمكن أن تستبدل بحافظة أخرى لتقرأ لهن، أو يصلين في المساجد التي يصلي فيها الرجال، يعني حجرة أي ناحية ليستمعن الذكر والقراءة، لأن التراويح من المهم جدا أن يستمع الإنسان فيها إلى تلاوة القرآن وأن يقرأ القرآن، هذا أمر مهم. نعم، نأخذ اتصال. أخ راشد، السلام عليكم. السلام عليكم أخي، الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكركم في البرنامج الطيب. الله يجزيك خير. وبخصوص قص الحواجب بالمقص وليس النمس. تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، مشكورين. أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. شحالك شيخنا؟ حياكم الله. شيخنا أنا بأسألك. تفضلي. أنا أسهر بالليل، أوكي، وأرقد لين الساعة 6، وأني أوصل لصلاة الظهر والعصر مع بعض. طيب. شو الفتح الشرعية في هذا؟ تسمع الجواب من الشيخ إن شاء الله. عبد الحميد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الحميد. بارك الله فيك يا طيب. الله يسلم. أستاذ، بس أنا عندي سؤال يتعلق بصلة الرحم. أي نعم. أنا مطلق من زوجة بالمغرب. نعم. وحصل الطلاق بصفة نهائية والحمد لله، يعني كانت مشاكل فتم الطلاق. طيب. والحين عندي مع ولدين. الأول عنده 8 سنوات والثاني 7 سنوات. طيب. وحاول أنني بجميع جهدي أن أصل إلى صلة الرحم ولو عبر الهاتف. نعم. وامتنعت امتناعا تاما، وحاولت مع خالتها وطائفة الناس، بس هي امتنعت حتى لحد الساعة عن صلة الرحم حتى عبر الهاتف، ولو أنها هي موجودة بالمغرب وأنا موجود بالإمارات. فيعني هل هناك يعني طريقة اللي ممكن، يعني كيف أنا يعني وش علي إثم في هذا المزيد؟ وإضافة ثانية أنني لا أصرف على الأطفال بحكم أنها هي يعني في مركز مهم في المغرب، يعني عندها مستوى وظيفي معين لا بأس به جدا، يعني جيد، فامتنعت حتى على يعني حتى على المساعدة المادية. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى لأسئلة المشاهدين. تقول كذلك، هي توفيت أمها وهي تسأل أنها بعد كل فرض تصلي فرضا آخر وتهب ثواب هذا الفرض لأمها. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة هبة الثواب في غير الصدقة والحج والصوم أيضا على خلاف، هذه يعني اختلف العلماء فيها، لكن القول الذي نميل إليه والذي تدل عليه الأحاديث والذي ذهب إليه الإمام أحمد بعد أن رجع عن القول الأول في مسألة قراءة القرآن، هو أن كل عمل صالح يمكن أن يقدم إلى الميت بشرط أن يهبه له الإنسان بنيته، وينبغي أن يكون بلفظه أيضا، كما جاء في الحج أن يحج عن غيره لبيك عن شبرمة كما جاء في الحديث، والرجل المرأة التي قالت إن أمي أدرك إن أبي أدركته فريضة الحج،
ولم يحج لا يثبت على أبا حج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. وكذلك من عليه المرأة التي قالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فدين الله أحق لها. كل هذه الأدلة تدل على أن أعمال البر تصل، يمكن أن تصل في شكل نافلة. أنت في الحقيقة عندما صليت المغرب مثلا تصلي بعده ثلاث ركعات، النافلة لا تكون ثلاث ركعات، فكان المفروض أن تصلي ركعتين لتهبي ثواب هذه النافلة أو ثواب الأعمال التي تقوم منها، أو تلاوة القرآن أو الصدقة، وصدقة إجماعا لأمك، فهذا إن شاء الله يصلها. ولا تتركيها، لا تنسي أمك، هذا أمر مهم جدا، جزاك الله خيرا. لكن أنصح بتنويع الأعمال فذلك أولى وأجدر وأكثر ملائمة وموافقة لأقوال العلماء. الله يجزيك خير. طيب أسأل، يقول بعد كل فرض يصلي الفوائت التي كانت عليه، يقضي الصلوات، لكن أسأل بعد الفجر والعصر هل له أن يصلي؟ نعم، هو إذا كان قضاء لفرائض فائتة فهذا يجوز أن يصلي مع كل فرض فرضا، كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وبالتالي فلكونه يقضي فرضا لا حرج عليه أن يصليه في وقت النهي. مسألة الفوائت عند مالك تصلى في كل وقت خلافا لأبي حنيفة، فيمكن أن يصلي بعد العصر عصرا وبعد الفجر فجرا، بشرط أن يكون متأكدا من وجود هذه الفوائت. طبعا عند الإمام أحمد الفوائت التي تركت عمدا لا تقضى، لأن أمرها تكفرها التوبة ولا تقضى، لكن عند مالك تقضى هذه الفوائت التي تركها الإنسان عمدا، ويقضي مع كل فرض فرضا. هذا الذي ذهب إليه المذهب وهو الذي ننصح به. جزاك الله خير. يسأل عن قص الحواجب فضلة الشيخ، عن قص الحواجب وليس عن إزالتها بالكامل، إنما هو قص الحواجب، تقصير الحواجب. تقصير الحواجب؟ نعم. الحواجب إذا لم تكن مشينة بحيث تمثل نوعا من الشذوذ فينبغي أن يتركها الإنسان، فعلى الإنسان أن يتركها حتى لا يكون من باب النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه بالنسبة للنساء، لكن يقاس على ذلك أيضا لو فعله الرجال. فلا يقصرها إلا إذا كانت، ولا يقصها إلا إذا كانت في وضع مشين شاذ، فهذه يجوز تقصيرها ويجوز قصها. الله يجزيك خير. تسأل أسماء، وهو عادة كثير أو بعض الناس ينام يسهر الليل كله حتى الفجر، ثم ينامون إلى الساعة السادسة فيستيقظون في الساعة السادسة فيصلون جمعة أخير الظهر والعصر. المفروض أيها البنت الكريمة أن تبذلي جهدا لتكون لتأدية الصلاة في وقتها، تأدية الظهر في وقته، أن يقع هذا يوما أو يومين أو فلتة أو غفلة، فهذا يعفى عنه، لأن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن كان الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان والأمر يستكرهون عليه، فهذا من باب الخطأ والنسيان. لكن أن يكون ذلك عادة دائمة وديدنا مستمرا فهذا لا ينبغي، ولهذا أنصحك بأن يكون بجانبك منبه بعيدا منك متر أو مترين، ليكون صوته شوي خشنا حتى تكوني في حالة ضرورة للذهاب إليه، وحينئذ تنتبه للصلاة. فإذا سمعت الله أكبر فأجيب الداعية وتذكري الفزع الأكبر. الله المستعان. شيخ
عبد الحميد يسأل أنه طلق زوجته وهم الآن في المغرب وهو هنا ولديه ولدان من تلك المرأة، ويسعى عن صلة الرحم حيث أنه يصعب عليه ذلك، وكذلك يسأل أنه الآن لا ينفق على أطفاله بحكم أن الزوجة لها منصب ولها وظيفة وهي مستغنية. إذا كانت الزوجة تحملت عنك النفقة على الأطفال فتسقط عنك النفقة، لأن النفقة من الأمور المعقولة التي يحملها البعض عن البعض، ليست هي لكن النفقة، نفقة الأطفال واجبة عليك حتى ولو كانت أمهم في حال يسار، هذا لا يسقط النفقة إلا إذا قام بها الغير تطوعا وأعفاك منها وحملها عنك، فهذا يسقط عنك الواجب. أما بالنسبة لصلة الرحيم والاتصال بهذه المرأة فإذا تمنعت ولم تريد أن تتكلم معك فليس عليك شيء ولا حرج عليك، وقد يكون الأولى ألا تكلمها لأن العلاقة بينكما قد انقطعت بالطلاق، لكن عليك أن تتصل بأهلها بأصهارك وأقاربك حتى تظل الصلات متواصلة بينكما وحتى يكون تيار المحبة والمودة قائما، والله أعلم. الله يجزيك خير. في اتصال أخ عبد الله؟ طيب الأخ صالح، السلام عليكم. مرحبا. مرحبا أخ صالح. كيف الحالة؟ حياك الله يطول عمرك. جزاك الله خير. في عندي ألو. إيه أسمعك أستاذ. في عندي الحريم في البيت صلى، بعدين أمهن واحدة من البنات. نعم. عندما تسجد تسبح لهم ثلاث تسابيع، يعني اللي هو سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي القدوس كثير ثلاث مرات، يعني فهل يجوز الأمام يوم يأمل، يوم تكون البنت تأمل الحريم تسبح تسبيحات هذه في كل سجدة؟ كيف يعني تسبح يعني ثلاث تسبيحات هذا؟ كيف يعني فيها شيء يعني؟ ما فهمت السؤال، هي تسبح ثلاث تسبيحات؟ اي نعم. طيب يعني التنوع في التسبيح ولا تسبيح واحد؟ السؤال مش لا واضح. لا، سبحان ربي الأعلى ثلاث نعم مرات، سبحان ربي الأعلى وبحمده في نفس السجود عندما تركع. ها. تمام، تطلب ثلاث تسبيحات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. نعم. طيب تسمع. شكرا. أم ماجد من عمان، السلام عليكم. مرحبا ماجد. ألو. مرحبا. تفضلي. كيف الحال؟ حياك الله. أخويك يعني بغيت أسألك عن صلاة التراويح يعني بمفردك، هل هي يعني تجوز؟ طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. مصطفى من ألمانيا، السلام عليكم. أخ مصطفى. نعم. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا أخي للشيخ ممكن؟ إيه تفضل أسمعك، بس صوت التلفاز توطي. إيه وطيته. إيه طيب. عم تسمعني؟ إيه أسمعك. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام. نحن وطيته ولا ما وطيته؟ إيه تفضل أخي مشكلة. وطيته. نحن الآن يا أخي في السجن في ألمانيا، وعندنا سؤال بين الإخوة هنا نتكلم على القضاء والقدر، هل يعني السجين هل كان في قدر أنه سيسجن أو هو مما صنعت يديه أو هي رحمة من عند الله، أو يعني في سؤالات تجري كثيرا بين الأصدقاء هنا في السجن، فيرحمكم الله تعطونا شيئا من عندكم إن شاء الله عن هذا السؤال. تسمع الجواب. اتصال من فرنسا، السلام عليكم. عبد المجيد من فرنسا، السلام عليكم. عبد المجيد من فرنسا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله عبد المجيد، تفضل. اي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الاخ عبد المجيد.
محمد بن تونس، السلام عليكم. الأخ محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يخليك. بربي عندي ثلاثة أسئلة للشيخ. تفضل. السؤال الأول اللي على سيرة الرحم، عندي عمي لمحمد رسول الله في يعني صارت عنده قبل مشكلة يعني كم مرة يعني. طيب. مع الوالد يعني المشكلة الأول اللي هو يعني في يوم كذب على الوالد ويعني قال له اللي هو يعني أبوي أخذ ما عنده فلوس. طيب. فهمت كيف؟ وأبوي يعني ما أخذش ما عنده فلوس ولا شيء يعني، فهمت كيف؟ طيب. يعني فرد أن اشتكى لي على الشرطة وهيك يعني علشان بعطيه فلوس فأعطاه فلوس وخلاص. طيب. تسمع التوجيه. السؤال الثاني. قطعتوا عني الاتصال مسكين. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سؤالي لفضيلة الشيخ عن المفتي. نحن عوام الناس دائما نعرض فتوانا أو نستفتي كل من داع صيته بين الناس واشتهر بالدعوة إلى الله أو بشيء من العلم الشرعي، فهل الفتوى تخصص ومن هو المتخصص بالفتوى وهل كل فقيه يستطيع أن يفتي؟ أفيدونا أفادكم الله. وسؤالك ما شاء الله يحتاج روح محاضرة. شكرا، جزاكم الله خير. الله يسلمك. طيب، لعلنا الأخ صالح يسأل، عنده مجموع النساء وابنته تأم النساء، وفي الركوع أو في السجود تأتي بثلاث أنواع من التسبيحات، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم سبحان ربي العظيم بحمده ثلاث مرات، أو سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، فهل هذا الفعل صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل صحيح، لكنها تنصح بأن تعظيم في الركوع والعلو في السجود، تقول في الركوع سبحان ربي العظيم كما تشاء ثلاثا الحد الأدنى وسبعا ممكن، وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى. لكن لو نوعت هذا صحيح، لكن الأولى هو هذا السنة. وفي السجود أيضا إذا زادت الدعاء سبحانك ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا أيضا ورد في السجود. الله يسلمك. الركوع عظيم فيه الرب، والسجود ادعوه به فإنه قمن يستجاب لكم. فهذا كله إن شاء الله صحيح، لكن ننصح البنت الكريمة بأن تعظم في الركوع وتقول سبحان ربي الأعلى في السجود. الله يجزيك. مع ما شاءت تزيد من دعاء في السجود. الله يجزيك خير. المخرج يشير إليه قال باقي خمس دقائق، نحن ما شاء الله عندنا أسئلة كثيرة. نعم. لعلنا نجيب على سؤال الأخ مصطفى من ألمانيا وسؤال أم عبد الرحمن. تفضل. الآن سؤال أخ مصطفى يقول عن القضاء والقدر، يعني هل السجين اللي هو الأشكالية كأنها طارحة عندهم في ألمانيا في هذا المسألة؟ هذا إشكال كبير. أولا، أنت لا تسأل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت مسؤول عن أفعالك باختصار شديد، ولا تسأل عن ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما تسأل عن ما قمت به في هذه الحياة الدنيا. فهذه الأسئلة التي فوق سقف العقل وفوق المقولات العقلية، حاول دائما أن ترد الناس إلى الفقه، أي إلى الحياة العملية. الكون فيه خطتان، خطة إلهية لا نعرف عنها شيئا إلا ما علمنا الله، والخطة المحسوسة التي نعيشها. أنت إذا رميت نفسك من شاهق بدون فعل فاعل قلت هذا انتحر، لكن إذا رماك أحد تقول هذا قتله فلان. فنطاق هذا الكسب كما سماه الأشاعرة أنت مسؤول. والقضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه كل شيء، قدره تقديرا، كتبه في كتابه. الكون كله خطة، الكون كلها خطة، الكون كلها عنده سبحانه وتعالى. هذا أمر آخر لا علاقة لك به، بمعنى أنه لن يعفيك من شيء أنت تقول أنا فعلت، تنسب إلى نفسك في هذه الدائرة فقط، هذا ما يسمى بالنسبية. في هذه الدائرة مسؤوليتك، فلا تطيل كثيرا في القضاء والقدر
فهناك آيات كثيرة، هناك متشابه تحتاج فيه إلى شرح طويل لا يتسع له هذا المقام وهذا الوقت، وهذه إشارات لعل الله ينفعك بها. الله يجزيك خير. أم عبد الرحمن تسأل كذلك عن كام عن المفتي، تسأل كل من ذا عصيته، يعني الناس تسأله هل المفتي هل الفقيه يحق له أن يفتي كذلك؟ هو المستفتي عليه أن يبحث عن أفضل مفتي، لكن هذا يطرح سؤالا آخر، لأن المستفتي مقلد فهو لا يعرف ما هي الأفضلية، ما يعرف من الأعلم، هو عليه أن يستفتي الأعلم وأن يقلد الأعلم والأورع، هما شيئان العلم والورع. فمن كان عالما وورعا بحيث لا يقول على الله ما لا يعلم هذا الذي يسأل، لكن إذا لم يكن للمستفتي استبصار وبصيرة وقدرة على تمييز الغث من السمين والعالم من الجاهل والمبطل من المحق فعليه أن يلجأ إلى أهل الخبرات. فمثلا هنا مركز الإفتاء، مركز الإفتاء لن يقدم إلا أشخاصا لهم أهلية وصلاحية، فمن الاطمئنان أن يطمئن الإنسان إلى هؤلاء وأن يسأل، ما لم يظهر له خطأ بواح فبإمكان أن يراجع المركز نفسه. يعني كثرة الانتقال مفتي إلى مفتي كمن ينتقل من طبيب إلى طبيب وفي النهاية لا يثق بأي طبيب، هذا الذي ننصحك به والله أعلم. لا يسعنا إلا أن نشكر باسمك وباسم فضيلة الشيخ معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد بلندن، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع آفاق إيمانية.